درتي حديد دان في المغرب، حديد دان في كيليز، حديد دان عند الفراعنة. يا سيدي أربعة الأجزاء، وإلا بغى الله ندير الجزء الخامس في الفضاء، وحديد دان في المريخ كاع، فين كاين المشكل؟ إيوا المشكل اللي كاين السي حديد دان، قلتي الفراعنة وداك الشيء ما بانوا لينا حتى فراعنة في المسلسل، لقيتهم خارجين كونجي ولا شنو؟ وشناهما هذوك اللي خرجنا عندهم من الصندوق؟ ولاد البوزاوي. On est en face, on est en présence d'une échéance capitale pour l'avenir politique du pays. Une élection présidentielle qui se caractérise par un premier constat, c'est qu'on est en face d'une situation à peu près inédite. Un président qui, au terme de la Constitution, se retire du pouvoir et un autre qui vient à la suite d'une élection qui est discutée par plusieurs candidats. كان هناك إعداد ديال خرائطية المخاطر، كارتوغرافي دو ريسك، خرائطية المخاطر للفساد والرشوة في مجال، في هذا المجال اللي هو حيوي، مجال التعمير والإسكان هو حيوي. وعلى إثر ذلك درت عدد من الإجراءات لمعالجة الإشكال ديال الفساد وديال الرشوة في هذا القطاع. تسمينا الأسعار مزينة، ما بقاش هذاك الأسعار اللي كانت في الأول ديال رمضان، كانت بحال لافوكا، كانت مثلا لافوكا كانت 37 36، دابا راجع ل 30 31، حتى 28 27، بحال الباباي كان ب 15 درهم دابا راجع ل 10 دراهم. ولي الشرف نهضر معاكم، كرهناكش دير لينا الجزء العاشر. والمهم اخي حديد تاني، واش مبروكه؟ وانا عيطت غير باش نسول فيك، وسلم لي على اسحاق وداداس والفراعنه. شكرا يا سيدي مبلغ. ايوا انت تقول لي ما درناش فراعنه الناس وما عجبهمش داك الشيء، بان لي غنت اللي ما عجبكش. والصراحه ما خليتي لي ما نقول، عندك شعبيه؟ راه خاصك تعرف انا راه عندي شعبيه اكثر من سعد مجرد، راك غير ما شايفنيش ضارب الكلاس. إلا جينا نتكلموا على رائحة الفم اللي المصدر ديالها هو الفم والأسنان، فالمشكل يقدر يكون راجع للتسوس في مراحل متقدمة من أمراض التهابات وأمراض تعفنية ديال اللثة، في حالة وجود أطقم أو تعويضات اللي خصها تتبدل وتزوجت لمدة طويلة في الفم. هنا دوار ولاد الكلاعي بمنطقة رصانة الجنوبية ضواحي مدينة العرائش. في هذا الركن من البيت راح الطفل قاصر ضحية جريمة بشعة لم تشهد المنطقة مثيلا لها من قبل. أسرة الطفل الضحية إلى جانب أسرة الأب الجاني تحدثوا في زيارتنا إليهم عن بعض من تفاصيل المثيرة حول دواعي وأسباب إقدام الأب المتهم على قتل ابنته القاصر في جريمة هزت مشاعر ساكنة الدوار وخلفت ألما وحزنا وسط أفراد أسرة الضحية. الجلابة الأولى هي عبارة عن كريب اللي حاولنا أننا نخدموها بطفيرة رقيقة وعقاد من الصدوق، ولكن حاولنا أننا نزينوها بأحجار ديال سباغوفسكي باش تعطيها واحد الجمالية أكثر.